شعبية صلبة التي نادى بتأسيسها فخامة رئيس الجمهورية. واليوم هذا الاجتماع هي الانطلاقة، لأن فيه 17 حزب، عندي أنا تقريبا 20 جمعية وأحزاب أخرى، يكون اجتماعا قريب إن شاء الله كنا معا. مهم هي تلبية وتحقيق وتجسيد نداء السيد الرئيس اللي احنا قارناه مع نداء بيان اول نوفمبر. قضية سويسرا ما سويسرا، السيد الرئيس اسمعني مليح يا ابني، لا في احسن ما يرام، نقولها لك بقناعة وبهدوء، الرئيس راه في احسن ما يرام. كانت معي مكالمة هذه أيام قليلة مع الأمين العام تاع الحزب، ويحب باش نتلاقاو مرة أخرى، هذا راه مبرمج راه مخطط، التاج كذلك في نفس راه المخ تاعو واضح كل وضوح، حنا ما خصينا حتى واحد. أما قانون المالية أنا كان عندي اجتماع مبرمج غدا، أجلته لأن عندي لقاء مع الجمعيات مع الكتلة نتاعنا، يكون تنسيق أكيد ما بين الأحزاب اللي هي الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة باش نوجههم. ولكن لما صفحنا مشروع تمهيدي لقانون المالية ما في أي مشكل، بالعكس ما فيه لا ضرائب جديدة ولا عليهم يحزنون، يفوت كومينيتي رابورت.